جاهزين شباب؟ تفضل دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. يوما بعد يوم تتفاقم مأساة اللاجئين الفلسطينيين في مخيم اليرموك، يوما بعد يوم تزداد معاناة هؤلاء اللاجئين في ظل الأوضاع المأساوية التي تمر بها سوريا بشكل عام ويمر بها اللاجئون الفلسطينيون في مخيم اليرموك بشكل خاص. هذه الحالة المزرية التي طغت وطفت في وسائل الإعلام بشكل يثير مشاعر الآدميين فضلاً عن أن يثير مشاعر الفلسطينيين الذين يشعرون بحجم المأساة وبحجم الأزمة وبحجم الكارثة التي يمر بها أبناء شعبنا الفلسطيني من اللاجئين في مخيم اليرموك في سوريا. لا نريد أن يقتصر رد فعلنا على هذه الأزمة على مجرد التباكي ومجرد ذرف الدموع وإظهار مشاعر التضامن والتعبير عن السخط والغضب تجاه ما يتعرض له اللاجئون في مخيم اليرموك من مأساة إنسانية. لا نريد أن يقتصر موقفنا على مجرد المشاعر وعلى مجرد التعبير عن التضامن، نريد أن نعمل أو أن نأتي أو أن نقوم بخطوة ولو صغيرة ولو أنها لا تساوي الكثير أمام حجم المأساة وأمام عظمة المأساة وشدة المأساة التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون في مخيم اليرموك. انطلاقا من مشاعرنا الدينية وواجبنا الديني وانطلاقا من مشاعرنا الأخوية تجاه إخواننا وأبناء شعبنا من أهلنا في مخيم اليرموك وإحساسا بالمسؤولية الملقاة على عاتقنا تجاه كل فلسطيني أينما كان، لأن مسؤولية الفلسطينيين هي في النهاية مسؤولية منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. ربما لا نستطيع، وهذه مأساة أخرى، ربما لا نستطيع أن نقوم بكل ما نتمنى أن نقوم به تجاه ما يتعرض له أبناء شعبنا في مخيم اليرموك، ربما لا نملك القدرة على فعل كل ما نتمنى أن نفعله، ولكن أضعف الإيمان أن نقدم ما نستطيع، أن نقدم ما يقع تحت أو في متناول أيدينا. انطلاقا من هذا الأمر وانطلاقا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وأمام حجم وشدة وفظاعة هذه المأساة التي رأيناها وشاهدناها وشاهدها العالم في مخيم اليرموك، فإن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في دولة فلسطين في الحكومة الفلسطينية وبناء واستنادا إلى توجيهات السيد الرئيس محمود عباس تعلن عن إطلاق حملة لإغاثة المنكوبين في مخيم اليرموك الفلسطيني في دمشق، حملة عنوانها أغيثوهم. الأساس في هذه الحملة هو فتح الباب أمام المساهمة، مساهمة كل الفلسطينيين وكل الخيرين ولو بأقل القليل ولو بقرش واحد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تحقرن من المعروف شيئا، ويقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة. هذه الحملة التي نعلن اليوم عن انطلاقها تهدف إلى جمع تبرعات
لإغاثة تبرعات مالية لإغاثة أهلنا في مخيم اليرموك. هذه التبرعات سيتم تجميعها في عدد من البنوك الفلسطينية. وسترسل من خلال منظمة التحرير الفلسطينية، من خلال ربما سفارة فلسطين في دمشق، أو عبر منظمات دولية إذا لم نستطع أن نوصلها بأنفسنا. المهم أن تصل هذه المساعدات على شكل إغاثة طارئة وعاجلة وضرورية وواجبة لأهلنا في مخيم اليرموك. لعلكم الإخوة الصحفيين اطلعوا على هذه الحملة، طبيعتها، عناصرها، كيف ستتم. اليوم تم فتح حسابات في 4 بنوك فلسطينية بعنوان أغيثوهم، اسم الحساب أغيثوهم، في بنك فلسطين والبنك الإسلامي الفلسطيني والبنك الإسلامي العربي وبنك القدس العاملة في فلسطين بكافة فروعها، جاهزة الآن لاستقبال التبرعات من المحسنين. وكما قلت، مهما كان التبرع صغيرا ومهما كان قليلا، يمكن أن يساهم في إنقاذ حياة إنسان، يمكن أن يساهم في إنقاذ حياة طفل، يمكن أن يساهم في توفير حبة دواء لمواطن فلسطيني يعيش في مخيم اليرموك لا يجد حبة الدواء، يمكن أن يساهم في إيجاد لقمة خبز أو كأس من الحليب لطفل لا يجد ما يقيته ويتعرض للموت، ويتعرض للموت بسبب قلة الغذاء وقلة الدواء. هذه الحسابات مفتوحة الآن وجاهزة، ونأمل، وهذا نداء لكل أبناء الشعب الفلسطيني، لكل مواطن فلسطيني، لكل إنسان فلسطيني غيور على فلسطين، غيور على الشعب الفلسطيني، غيور على أعراض الفلسطينيين، غيور على حياة الفلسطينيين، غيور على معاناة الفلسطينيين في مخيم اليرموك، أن يساهم قدر ما يستطيع، أن يساهم بكل ما يتوفر بين يديه من إمكانات أو بما يستطيع توفيره من إمكانات عبر هذه الحسابات. نأمل من جميع أبناء الشعب الفلسطيني أن يشاركوا معنا في هذه الحملة. هذه الحملة هي حملة تطوعية، حملة جمع تبرعات، سواء من خلال المساهمة في الحساب مباشرة، كذلك في الجمعة القادمة إن شاء الله جميع المساجد ستشرع بجمع تبرعات في يوم واحد، في وقت واحد، في صلاة الجمعة، لرفض هذه الحملة ولإغاثة أهلنا في مخيم اليرموك. الشركات الفلسطينية، رجال الأعمال الفلسطينيين، البنوك الفلسطينية، كل من يستطيع أن يقدم كما قلت ولو دينار واحد، ولو شيكل واحد، ولو دولار واحد، ولو قرش واحد، من أجل إغاثة هؤلاء الفلسطينيين المنكوبين في مخيم اليرموك. يوم الجمعة الحملة ستبدأ من اليوم، من هذه اللحظة. الحسابات كما قلت فتحت قبل قليل في البنوك وأصبحت جاهزة. المساجد، أئمة المساجد، خطباء المساجد، الدعاء سيكون لهم دور في هذا الموضوع. جميع المساجد
ستجمع تبرعات يوم الجمعة القادمة من أجل هذه الحملة، وستودع التبرعات في نفس الحساب. وخلال أيام إن شاء الله نأمل أن يتوفر لدينا من المال ما نستطيع به أن نغيث ولو جزئيا بعض المنكوبين، وإنقاذ حياة بعض الفلسطينيين المنكوبين والمحاصرين في مخيم اليرموك. هذا يضاف إلى الجهد السياسي الذي تبذله القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس ومنظمة التحرير الفلسطينية من أجل رفع الحصار عن مخيم اليرموك والسماح بحرية الحركة والسماح بحرية إدخال المساعدات والأدوية والأغذية والأغطية إلى المنكوبين المحاصرين في مخيم اليرموك. نحن ندرك بأن الحل الاستراتيجي والحل النهائي لهذه المشكلة هي في ضمان حق العودة لهؤلاء اللاجئين. لا مكان لهم إلا في فلسطين، ولا كرامة للفلسطينيين إلا في فلسطين، الدولة والشعب والوطن. ولكن إلى أن يتحقق هذا الحق لابد أن يعيش الفلسطينيون في كل المنافي في كل مكان داخل فلسطين وخارج فلسطين، أن يعيشوا بكرامة وتتوفر لهم كل أسباب الحياة وكل أسباب المعيشة. ختاما أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في هذا العمل، وأن يبارك لنا في هذا الجهد، وأن يقيد لهذه الحملة رعاة وحملة ومتطوعين من كل القطاعات الفلسطينية. والباب مفتوح لكل من يريد أن يشارك وأن يتطوع في هذه الحملة، كما قلت عبر الحساب اللي سيفتح في البنوك، عبر المساجد يوم الجمعة، أيضا عبر ربما طرق البيوت وأبواب الشركات وأبواب البنوك والاتصال مع الأفراد. نحن نريد لكل أبناء الشعب الفلسطيني، لكل بيت فلسطيني، أن يتفاعل بإحساس وبمشاعر وبشعور بالمسؤولية وشعور بالواجب تجاه أبناء شعبنا في مخيم اليرموك. ونسأل الله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. اللي بده يسأل يسأل. يعني هذا كما قلت، القيادة الفلسطينية تتحرك ليس فقط على الصعيد الإغاثي، وإنما في الأساس على الصعيد السياسي لضمان رفع الحصار عن المخيم وضمان الالتزام بالسياسة الفلسطينية التي تمت مراعاتها طوال الفترة الماضية، عدم إقحام الفلسطينيين في أي مشاكل عربية داخلية. السوريون هم أسياد أنفسهم، والمصريون أسياد أنفسهم، وكل شعب عربي هو سيد نفسه. إحنا الفلسطينيين ضيوف على هذه الشعوب، ضيوف على هذه البلاد، ولا يحق لنا ولا نريد أن نتدخل في شؤونها الداخلية، ونريد أن ننأى بأنفسنا عن المشاكل العربية الداخلية. لكن بشكل أو بآخر لا نريد أن نخوض الآن في الأسباب، لدينا مأساة أكبر من الأسباب. تم إقحام مخيم اليرموك في المأساة السورية الداخلية، يتحمل المسؤولية بعض الفلسطينيين، نعم بعض الجهات الفلسطينية وبعض الفصائل الفلسطينية، مع الأسف الشديد بعض الفصائل اللي رهنت أنفسها، وبعض الجهات اللي رهنت أنفسها بارتباطات وأجندات غير فلسطينية، أقحمت اللاجئين وأقحمت الفلسطينيين في أتون هذه النار، والآن يدفع الفلسطينيون ثمنها. نحن نتحرك في المقام الأول من أجل تجنيب الشعب الفلسطيني الانخراط في المشاكل العربية الداخلية، لا نريد أن نكون جزءا منها، وأن نحافظ على حيادية المخيمات الفلسطينية وحيادية الفلسطينيين
في أي مشكلة عربية داخلية. وإذا واجهتنا مشكلة ومأساة وأزمة مثل أزمة مخيم اليرموك أن نحاول بقدر الإمكان إخراج الفلسطينيين من هذه المشكلة ومن التدخل والتداخل مع المشكلة السورية، والحفاظ على حيادية المخيم والحفاظ على انسيابية الحياة داخل المخيم، ورفع الحصار تماما، وإخراج كل المسلحين وكل الجهات التي تضر بحيادية المخيم من داخل مخيم اليرموك. وفي نفس الوقت ونحن نواجه هذه المأساة لابد أن نتحرك في الاتجاه الإغاثي من أجل توفير ما نستطيع. كيف سندخلها؟ سنحاول، سنبذل كل جهد مستطاع عبر الأونروا، عبر الصليب الأحمر، عبر أي مؤسسة دولية من أجل، وبالتعاون مع كل الأطراف بالمناسبة. ليس لدينا أي غضاضة في أن نتصل بكل الأطراف من أجل ضمان حيادية المخيمات ومن أجل ضمان إغاثة المنكوبين داخل مخيم اليرموك. شكرا جزيلا.